ثانك يو. نبدا الورقه او البحث الثاني مع دكتور سلمان الحجري بعنوان استراتيجيات تسويق الفنون العالميه ودورها في تكامل شخصية الفنان التشكيلي المعاصر. الدكتور سلمان هو فنان تشكيلي ومصمم جرافيكي، أستاذ مساعد لفن الجرافيك في جامعة السلطان قابوس، وشارك في العديد من المعارض المحلية والدولية، وله مؤتمرات في العديد من المدن. وغني عن التعريف، ونترك المجال للدكتور سلمان ليعرض بحثه فيما لا يزيد عن 15 دقيقة. شكرا جزيلا دكتور ياسر على هذا التعريف اللطيف، وأتمنى أن تنال ورقتي هذه شيء من الاهتمام وأن تكون مفيدة بشكل أو بآخر. طبعا في هذه الورقة تناولت بعض الاستراتيجيات العالمية التي وجدتها تسهم في تسويق الفنون التشكيلية، وأيضا دور الفنان في الحصول على هذه الاستراتيجيات لكي تتكامل شخصيته، وجهة نظر هذه الدراسة على أقل تقدير. دعوني في البداية، يعني ربما هنا الكتابة من نزحة الجانب هذا، المحاور الرئيسية راح أتحدث عن مفهوم التسويق في الفن بشكل بسيط، أيضا مشكلة الدراسة راح لها إشارة، هناك أيضا إشارة لهدف الدراسة وأهميتها، فرضياتها المنهجية التي تبعت في هذه الدراسة، وكذلك إشارة سريعة للمجتمع الدراسي. طبعا محاور الدراسة التي أمامكم تحدثت عن مفهوم التسويق بالرجوع إلى كثير من الأدبيات التي تناولت مفهوم التسويق المعاصر، ربما في الورقتين أو في الورقة السابقة دكتور ليزاك أشارت إلى بعض هذه المفاهيم. كذلك تحدثت عن أهمية شخصية وثقافة الفنان التشكيلي وعلاقة ذلك بالتسويق. طبعا هذا يتمخض من المفهوم المعاصر، فالمفهوم المعاصر للتسويق لا ينفصل عن تعريف شخصية الفنان وهو المحوري في هذا الموضوع. مواصفات العمل الفني القابل للتسويق، أيضا هناك دراسات تناولت هذا الموضوع وهنا تم الإشارة لها. طرق تقليدية في تسويق الفنون، أيضا مرور سريع على هذه الطرق التقليدية، والأساتذة الحضور ملمين بكثير من هذه الطرق. تقدم التكنولوجي ودوره، أيضا كان محور من أحد محاور هذه الدراسة. كذلك هنا الاستراتيجيات المتبعة عالميا في السنوات أو في العقدين الأخيرات أو في العقد الأخير، دور المؤسسات في تسويق الفنون. وبالمناسبة أنا لزميل هنا صديقنا علي الجابري سيتحدث عن هذه النقطة، يعني عن هذا المحور اللي هو مؤسسات ودورها في ترويج الفنون وفي ترويج الفعاليات الفنية وبالتالي تقديم الفنان، لكنها ليست هي اللاعب الرئيسي. نعم، هناك إشارة أيضا ومحور اللي هو سوق الفن العماني ووضع مشكلة الدراسة. ربما بشكل مختصر جديد، هناك غياب للرؤية الواضحة لدى قطاع كبير من الفنانين هنا، يعني ربما تعميم في منطقة العربية أو حتى في العالم. الفنان يمارس الفن بنوع من الدافعية الذاتية، و أحيانا كثيرة يغفل عن موضوع أهمية التسويق في الإنتاج الإبداعي، وربما يعني أجد ذلك سببه ضعف الاستفادة من استراتيجيات تسويق الفنون، سواء من خلال اكتسابها من خلال الآخرين أو الاحتكاك بالفنانين الذين لهم باع في عملية التسويق. هذا يؤدي إلى إبطاء حركة تطور الفنون التشكيلية على أقل تقدير بوجهة نظر هذه الدراسة، وبالتالي تحجيم دورها الثقافي الفاعل في المجتمع. طالما أن الفن لا يصل للمجتمع بشكل كبير، لا يقتني هذا المجتمع الأعمال الفنية، لا يتم يعني الحصول عليها من خلال الفنانين
يعني لا هذا الضعف في التسويق يؤدي إلى تحجيم دور الثقافي للفن التشكيلي. أيضا إذا هدف الدراسة تهدف إلى الاطلاع على الاستراتيجيات المعاصرة والفاعلة بشكل دقيق في تسويق الفنون ومناقشة مدى إمكانية تفعيل بعضها في سوق الفن العماني. أيضا هناك ربما محاذير معانا أيضا أوجه لربما تفعيل وتسهيل مهمة هذا التسويق في بالذات في السوق العماني، سنكتشف ذلك من خلال القادم. لتحقيق ذلك لابد من فهم العلاقة بين الفن والتسويق ودور المؤسسات ذات الصلة في القيام بأدوار مهمة في هذا الجانب. أهميتها في ضوء ما ذكرنا أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول عملية وفاعلة لهذه المشكلة، وذلك من خلال القيام ببحث استقرائي لمسح آراء وجهات نظر القائمين على الأنشطة الفنية ودور عرض الأعمال الفنية الدائمة مثل الجاليريات حول الطرق الفاعلة والصحيحة في ترويج الأعمال الفنية، وكذلك الاستفادة من خبرات المؤسسات المشابهة في التعامل مع هذا الموضوع. أما الآن نحن نعيش في قرية صغيرة اسمها العالم أو هذا الكوكب منفتح على بعضه، يستطيع الاستفادة من خبرات. اليوم سمعنا الخبرات من فرنسا وأرقام وعلى نفس على غرار ذلك يستطيع الفنان الاستفادة والمؤسسات أيضا القائمة برعاية الفنون من هذه الاستراتيجيات. يتوقع أن تستنبلاص هذه الخبرات في إعداد مقترحات عملية لآليات جديدة تستخدم في التسويق وبيع الأعمال الفنية. زين، أنا انطلقت من منطلقات أسميتها هنا فرضيات البحث. يعني المنطلق الأول أن العمل الفني الناجح هو ذلك الذي يجد طريقه إلى العرض من خلال شخص يقتنيه أو دار عرض تود تقديمه إلى الجمهور. هذا الشكل أنا أتكلم هنا ربما ليس من وجهة نظر فلسفية ولا من وجهة نظر تشكيلية بحتة. هناك أعمال قوية جدا على مدى التاريخ ظلت حبيسة المخازن أو حبيسة يعني لم ترى النور، لكنها أعمال عظيمة اكتشفت بعد سنوات. ويعني فان جوخ ربما أقرب الأمثلة، لكن أتكلم من وجهة نظر تسويقية بحتة. يعني هذا الشكل من التعامل العمل الفني هو إدراك حقيقي وواعي من قبل المؤسسة والفنان المبدع والجمهور. إذن هنا المؤسسة التي ترعى الفن يجب أن تفهم ذلك، الفنان التشكيلي يجب أن يفهم ذلك، وكذلك الجمهور المتذوق يجب أن يفهم أن هذا العمل الفني الناجح يختلف عن أي عمل آخر، وأهمية ذلك في تعزيز الثقافة الجمالية في المجتمع بالإفراد كما أشار إلى ذلك هنري تشيز في دراسة القيمة. إن فصل المتلقي أيضا فرضية أخرى، فصل المتلقي الفن عن المرسل والمنتج هو فصل غير واقعي وبالذات في الأعمال الفنية التشكيلية. عوضا عن ذلك هناك علاقة تبادلية بين المنتج والمستقبل يجب أن تستمر، وهنا أشارة ضمنية بين العمل الفني لابد أن يعرض أو يقتنى من قبل أفراد ومؤسسات ولا يكون عرض لمجرد تخزين والتلف. والفنان هنا الدور الأكبر في هذا الموضوع. أنا أتحدث هنا من وجهة نظر دراسات كثيرة أشارت هنا تمت الإشارة لها وهي قديمة. إن أيضا فرضية أخرى أن العمل الفني ليس كأي منتج صناعي آخر، بل هو مشروع ثقافي لابد أن يكتب له الحياة ويأخذ طريقه لين يكون رسالة جمالية بلغة بصرية ممتعة. ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يلم الفنان تشكيل من نوع استراتيجيات تسويق الفن بوجهة نظر هذه الورقة كما ذكرت سابقا. طبعا المنهج لهذه الدراسة كان المنهج الوصف التحليلي الاستقرائي الاستطلاعي للدراسات السابقة، وكذلك نوع من الاستبيانات التي تسأل حول هذه المحاور التي ذكرت سابقا، ويقوم على أساس تحديد خصائص ظاهرة عدم تسويق الأعمال الفنية ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيرات وأسباب واتجاهات وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار هذه المشكلة والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع. أما التحليلي فسيكون مفيد للمنهج أن يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات اللي سيتم تحليلها في وإشارة لها. هنا لابد من الرجوع إلى مدراء دور العرض ليأخذ وجهات نظرهم، وهنا من السادة الحضور معنا أعداد قيمة أعداد كبيرة ما شاء الله من يعني مجموعة رأيت، وكذلك رؤساء الأقسام وعملاء الفنون التشكيلية بعضكم مقتنين الأعمال الفنية متذوقي الفنون التشكيلية أساتذة التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس على حسب هذه الدراسة وما يتاح لها. إذن مفهوم التسويق المعاصر لن نتطرق له بشكل كبير لأنه هنا يعني عام بشكل مثل ما هو واضح معاكم.
التسويق بوجهة نظر هذه الدراسة يعني عملية مهمة مكملة لعملية الإبداع التي بدأ فيها الفنان. التسويق بمعناه الشامل ليس مجرد بيع العمل، وهنا لا بد أن نفرق بين البيع العمل وبين التسويق. التسويق هو أنك يستطيع الفنان تقديم نفسه، يستطيع الفنان كذلك يعرف بأساليب الفنية، يستطيع نعم هي شكل من الدعاية والإعلام، نعم، مناقشة لبعض المحاور التي وصلت لها الدراسة، مواصفات العمل القابل للتسويق. هناك مواصفات وجدت هذه الدراسة للعمل. نحن لسنا بصدد نقد والتقليل من إنتاجات المبدعين هنا، لكن الكلام العلمي وكلام الأرقام أشار إلى أن هناك مجموعة مواصفات إذا اتسمت بها الأعمال الفنية ستجد طريقها للوصول للجمهور في المقام الأول وتقديرها، وفي المقام الثاني ربما اقتناعها من خلال بعض المهتمين بالفنون. بالنسبة للمواصفات لا بد من وجود روابط إيجابية، هنا يعني أشارت كثير من الدراسات للروابط الإيجابية ومقابلها روابط أو خلينا نقول رسائل الإيجابية عوضا عن الرسائل السلبية في بعض الأعمال الفنية التي يستخدم الفنان وتمييز عن غير من الفنانين. فالمهارات المفاهيمية والتقنيات الفنية هي جوهر العمل الفني، ومن الضروري تضمينها في العمل عند إنتاجه. فالرؤية المفاهيمية والبراعة التقنية، هنا أشير إلى الجانب الذهني عند إعداد العمل، وكذلك البراعة في الإتقان والتميز والتفرد في الصياغات التشكيلية التي تقدم من خلال هذه الأعمال. قد تجذب جامعي الأعمال الفنية وصالات العرض والنقاد وغيرهم من وسطاء التسويق وجهات الدعم. إن تصميم خلفية العمل الفني وضربات الفرشاة واختيار الألوان وقيمة الفنية واختيار الموضوع الفني وطريقة عرضه، جميعها قد تجعل من فنان غير مشهور أو غير معروف محط اهتمام الجهات الداعمة والميسرة الذين من شأنهم الأخذ بيد هذا الفنان وإيصاله للنجومية وتطوير مساهماته في السوق ومساعدته في إنشاء روابط فنية وإيجابية لعلامته التجارية. هنا وختمت بكلمة علامته التجارية. يجب أن يفهم أن على الفنان، وسأشير لذلك لاحقاً، أنه يصنع براند أو علامة تجارية لنفسه. هذا مفهوم محوري في الوقت الحالي. أرأينا الفنان الذي باع لوحته ب 58 مليون دولار وجيف كونز، نعم، هذا هو يعني علامة تجارية الآن. لذلك لابد أن يفهم الفنان كيف يصنع علامة من خلال اسمه. كثير من الدراسات أشارت لهذا. هناك طريقتان تقليديتان في تسويق الفنون. الآن أشير إلى المحور الثاني، الطرق التقليدية. فهم رغبات وتوجهات الجمهور وتلبيتها، وهذا يتداول في صالات العرض. صالات العرض مثلا تفهم أن الجمهور يتذوق الأعمال التراثية، إذا تتجه صالات العرض إلى مثلا اقتناء هذه الأعمال، يعني بناء على المفهوم اللي موجود في صالة العرض. أيضا توجه نحو رغبة العميل، أصبحت سلعة يسعى الجميع نحوها، هذا من الأشياء المهمة. أو لم يتم تحقيق أي فائدة أو قيمة تنافسية في السوق، وقد لا تكون هناك يد إلا قاطعة بأن مركزية العميل صالحة على المدى الطويل. الطريقة الثانية، طرح الجديد في الفنون بدون التعويل كثيرا على رغبات الجمهور. هذا هو ربما الاتجاه السائد الآن، وهو بشيء من الدهشة ما تتعامل به قاعات الفنون في البلدان المتقدمة بين قوسين، هو طرح الجديد والأعمال التي تصيب الجمهور بالدهشة وغير سابقة، لأن هذا ربما في العقد الأخير هو كان المدهش. سابقا في العقدين الأخيرات كان تقاس البراعة في رسم المناظر، البراعة في مثلا النحت، البراعة في رسم الخيول أو غيرها، لكن الآن تغير هذا المفهوم، حضر بقوة مفهوم الدهشة والإبداع والتجديد في طرح الأعمال الفنية.
نعم. ومما لا شك فيه أن الفن يحتوي على مستويات عالمية يقدم الإبداع الخلاق فضلاً عن قدرته بالتعامل أنواع مختلفة من الجماهير ومع توسع مفهوم التسويق. نعم دقيقتين. نعم إن شاء الله. هذه كلها الجوانب تم مناقشتها في الورقة لمن يود الاستزادة، وأيضاً سيكون من خلال المناقشة. نعم. هنا أيضاً مفهوم للتسويق بشكل أكثر، سلوكيات تسويق الفنان المبدع، الإبداع في التسويق. أيضاً ظهر مفهوم الإبداع في التسويق بشكل جديد أو بشكل كبير عفواً. لا بد أن يكون المسوق الفنان لنفسه لا بد أن يبتكر طرقاً جديدة في تسويق نفسه، لا يستخدم الطرق التي استخدمها الآخرين. إذن سيبدع الفنان في إنتاج أعماله وسيبدع في طريقة تسويقه لنفسه، وبالتالي سيصلون الناس لأعماله. هذه الورقة، هذه الملخص يتحدث عن هذا الموضوع. أيضا استراتيجيات تسويق الفنون المتاحف ودور العرض لا بد أن تتغير. هنا تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجيات القديمة لم تعد فاعلة بالشكل الكبير. دور العرض الآن بنفسها تعاني من كساد في الأعمال الفنية وعدم، لذلك بدأت تتحرك بطريقة تصل للجمهور، تذهب إلى مثلا المجمعات التجارية، استخدمت مجموعة من الأساليب المبتكرة. أيضا يواجه عملية تحديد السعر إشكالية كبيرة، يعني طرحت تواجه الفنان كيف يسعر عمله، ما هي الآلية التي على أساسها يضع العمل، وهنا عليه أن يعني يرجع إلى بيوت الخبرة وربما يتثقف في هذا الجانب. نعم. مواصفات العملي الفني القابل للنجاح طبعا تمت الإشارة لها أيضا في هذه الدراسة، وكذلك فقط أستاذنا رئيس الجلسة هنا بإضاءات سريعة لأن هذا موضوع مهم. المظهر الخارجي للعمل، المقاسات لها دور، المؤشرات التي تدل على مهارة وعلى إبداع الفنان، رقم 4 التاريخ لذلك الفنان أو دون غيره، يعني أيضا الرمزية العالية، التقنيات المستخدمة الجديدة، توافق ما يتم إنتاجه مع أيضا بقية المنتجات الموجودة في الصالات كأثاث كغيرها من الجوانب. لا بد أن يتم مراعاة كل هذه الجوانب والتطرق والتعلم والاستزادة بها، فإن معظم الأعمال الفنية لا تقدم محتوى هادف من أجل التلاعب بالعالم المادي وغيرها. هنا العمل الفني بعد البيع أيضا أشرت له، التعريف الاجتماعي المنتج قبل صناعة الفن وثاني تجربة الفنان عند إنتاج العمل. نتائج الدراسة أشرت لها سابقا لكن أختصرها في نقاط بسيطة. التقدم التكنولوجي لا بد من استغلاله بشكل كبير، مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان ووجوده في كل هذه المواقع، التعريف بنفسه، المبادرة في التواصل مع الصالات، مع الاشتراك أحيانا بمبالغ بسيطة جدا في الإعلانات قياس 5 سنتي في 5 سنتي في إحدى الصحف الأمريكية، يساعد بشكل كبير لدعوة الفنان لاحقا. رقم 5 مهم جدا أيضا، خلق نوع من التواصلات مع العالمية اللي هي بناء النتورك تسمى، وكثير من الدراسات أشارت لهذا. والمعرض الفني الخاص لكل فنان في بلده وفي خارج بلده، عملية الذوبان مع الجميع والاشتراك مع معرض جماعي خلال 10 سنوات مثلا الماضية لا تفيد الفنان بأي طريقة في عملية التسويق، فهو يذوب أو ينغمس وسط هؤلاء ولا يستطيع أن يخرج عن بوتقة العمل الجماعي. نتائج الدراسة هنا أيضا أختمها بأشياء سريعة. كمنتج العمل الفني أنا أعتذر لأني أطلت ما أخذت أكثر من وقتي، أرجو الاستزادة من أراد هذا العرض أستطيع أن أمدّه. أهمية الجوانب السيكولوجية في عملية التسويق وفهم الجمهور وهذه المراجع، أنا أعتذر عن الإطالة أستاذ دكتور ياسر وأيضا أعتذر للجمهور. شكرا جزيلا. شكرا دكتور سلمان، ولا عذر أبدا على الإطالة، فالموضوع شيق جدا الحقيقة، ولكن إحنا كلنا بيحصل معنا الموضوع ده يعني جميعا. دكتور سلمان قدم لنا الحقيقة منهجية بحثية متميزة اتبعها
في إطار تطرق لموضوع تسويق المنتج الفني، فتناول طرق التقليدية وتناول فيها اتجاهين أو طريقتين متفرعين منه، وانتقل بعد كده بينا إلى